أكثر من 700 طن من السيراميك الجزائرية ستوجه إلى ليبيا، هي أولى شحنات تصدير هذه المادة من برج بوعريريج نحو البلد الجار. فبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا، ها هو السيراميك الجزائري ذو المعايير العالمية يقتحم الأسواق الخارجية. تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وفي تطوير الصادرات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، تقوم شركة بورسيرام التي تصنع السيراميك الأرضي والحائطي بأول شحنة تصدير إلى ليبيا الشقيقة. هي حوالي 18 حاوية، يعني أكثر من 700 طن من مواد السيراميك الأرضية والحائطية. كاين فائض الإنتاج المحلي لسوق السيراميك في الجزائر. ومع العلم أن احنا كصناعيين بالأمس كنا مستوردين، واليوم الحمد لله بفضل السياسة الرشيدة تاع الدولة الجزائرية نحن اليوم مصدرين. جودة السيراميك الجزائري، تنافسية أسعاره وسلاسة إجراءات التصدير التي سخرتها السلطات الجزائرية شجع المستورد الليبي على التقدم للحصول على كل هذه الكمية من مصنع برج بوعريريج. الشيء اللي خلاني نجي لهذه البلد العزيزة جودة المنتوج وحسن الاستقبال، والله هي النوعية والسعر المنتوج، يعني حسب التصنيف المنتوج العالمي ويكون من أحد المنتوجين المفضل عند الليبيين. تصدير مثل هذه المنتجات الجزائرية يأتي تجسيدا لمسعى تنويع الصادرات خارج المحروقات، ما جعل السلطات المحلية ببرج بوعريريج توفر الظروف للمستثمرين تشجيعا لولوجهم الأسواق الأجنبية. عملية التصدير الجميع يعلم أنه داخل في إطار الاستراتيجية والالتزامات نتاع السيد رئيس الجمهورية من خلال تقوية الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع التصدير. هذه شحنة طويلة المدى سوف تتبعها يعني شحنات أخرى في مجال تصدير مادة السيراميك. ولاية برج بوعريريج في مجال التصدير هي مكانة ثابتة، سوف تعزز في السداسي القادم بتطوير منتوجات أخرى موجهة للتصدير. دفع الاستثمار وتوفير العقار الصناعي ورفع العراقيل عن الوحدات الإنتاجية، كلها إجراءات اتخذت لدعم هكذا مؤسسات، إجراءات من شأنها رفع الصادرات الجزائرية ودعم الاقتصاد الوطني.